نذهب إلى الأستاذ محمود حسن لعوت الكاتب الصحفي السوداني الذي ينضم معنا هاتفيا الآن. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود على شاشة السعودية. ربما سمعت هنا في الاستوديو حديث الأستاذ محمود حول أن هذه الزيارة تأتي في إطار محاولة إخراج المملكة العربية السعودية للسودان من الضغوط التي تعيشها، وشهدنا كذلك أيضا مؤتمر أصدقاء السودان في أغسطس الماضي وغيرها. بالنسبة لك، هل تتفق مع هذه القراءة بأنها محاولة لتخفيف الضغوط، بأنها علاقة بين دولة مانحة ودولة مستقبلة، أم أنها تأتي بمكاسب لجميع الأطراف وكلا الطرفين يستفيد من الآخر بشكل متوازي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على الاستضافة، وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين. الحقيقة يعني الزيارة جاءت في وقتها المناسب، يعني أعتقد هذا وفد رفيع المستوى يزور السودان، والسودان في الوقت الحالي يحتاج إلى دعم لوجستي ودعم استراتيجي، لأنه هو بيمر بمرحلة منعطف خطير في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، لأنه الحكومة الانتقالية بتحتاج لدعم كبير، وهذا الدعم يعني يأتي من دولة ممثلة في المملكة العربية السعودية بحكم ثقلها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي على مستوى العالم. نحن نعلم أنه السعودية قبل أيام استضافت قمة الـ20، وكان لها دور كبير جدا في نجاح هذه القمة وصدر عنها قرارات كبيرة، ومنها أنا بأخذ المسألة بتاعت إعفاء الديون للدول الفقيرة والدول المنخفضة الدخل، والسودان من بين هذه الدول. طبعا السودان عليه ديون مثقلة تبلغ 60 مليار دولار حسب ما ورد من نادي باريس للديون. نعم، السودان أرضه بيحتاج لوقفة المملكة العربية السعودية في ظل العلاقة الحميمة بين السعودية والسعودية على ممر التاريخ. نحن طبعا ده ما أول مرة انه يكون غريب على المملكة العربية السعودية تقيف مع الشعب السوداني وتقيف مع مصالحه، يعني هناك في سرد تاريخي كبير جدا لدعم كبير جدا. طيب استاذ محمود، السنين الماضية للسعود. نعم نعم استاذ محمود، يعني يحصل في بلاد عربية كثيرة ان يكون هناك عدم توافق في الاطياف والتيارات الداخلية في ذلك البلد العربي حول من يريد التقارب مع المملكة العربية السعودية وحول من يدعو للقطيعة مع المملكة العربية السعودية. مثلا لبنان، حزب الله بشكل واضح وصريح يدعو للجفوة مع المملكة العربية السعودية. اذا ما تحدثنا عن السودان، هل هناك اطراف لا ترغب بحضور المملكة العربية السعودية في السودان، ام ان هناك توافق بين كل الأطياف السودانية على ضرورة وجود السعودية في المشهد اللبناني في المشهد السوداني؟ على فكرة على مر تاريخ السودان السياسي ما في خلاف على انه المملكة العربية السعودية دولة شقيقة وتقف مع السودان، يعني احنا بنختلف اختلاف كبير جدا عن التاريخ السياسي للبنان، واعتقد في اجماع على انه او قاسم مشترك بانه السعودية هي طبعا الدولة الشقيقة الحميمة التي تقيف مع السودان، وليس هناك في يعني نشاذ او شواذ سياسي على انه السعودية هي تمثل قاسم مشترك للسودان. يعني احنا ما عندنا يعني زي ما نقول انه يعني جهات متطرفة مثل حزب الله حتى ياخذ موقف قوي جدا. نعم، ويمنع من واضح يعني المسار السعودي للمسار السودان. نحن تربطنا طيب. علاقة، نحن تاريخ، لو رجعنا وجينا عملنا تاريخ بين التاريخ السياسي والعلاقات السياسية بين السعودية ولبنان، هنالك فرق شاسع، واعتقد حتى الشارع السوداني، نحن نتكلم عن الشعب السوداني، الشعب السوداني يعني بكل يعني كامل يعني فئاته غربه وشرقه وشماله وجنوبه مؤيد بانه يعني ليس هنالك خلاف على ان السعودية هي الدولة اللي بتقف، ونحن هذا ما شفناه. نعم. في المشاهد الأخيرة نحن اللي شاهدناه في مركز الملك سلمان عندما قدم اليقاسات في فيضان، كيف شفنا كافة الاستطلاعات ووكالات الأنباء والقنوات السعودية. نعم. السودانية، كانت انطباع الشعب السوداني عن دور المملكة السعودية في دعم السودان. نعم. في كل الـ 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 القضايا اللي يقف فيها من ناحية الفيضانات، من نعم. ناحية أستاذ محمود. الحكومة الانتقالية من ناحية وقف
يعني الوقفة القوية اللي أعلن فيها وزير الخارجية الآن. نعم واضح. أستاذ محمود سؤال أخير إن سمحت لي. يعني قلبا وقالبا من أجل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. السودان ليست من الدول الفقيرة أو شحيحة الموارد، الشعب السوداني ينام على أرض مليئة بالثروات، وأنا أحضر لهذه الحلقة كنت أشاهد في الجهاز القومي للاستثمار ووزارة الصناعة بعض المنشورات التي تتحدث بأن السودان هي أرض الفرص الصناعية الواعدة، ماذا لدى السودان ليقدمه لنفسه وللعالم العربي وللعالم أجمع؟ طبعا الملف ده نحن يعني ممكن الحكومات السابقة حتى قبل حكومات البشير ما أعطت هذا الملف اللي هو ملف استفادة العالم العربي بل العالم الأفريقي بل العالم كله من الميزة الزراعية الاستثمار الزراعي في السودان. يعني نحن كان بتواجهنا مشاكل كبيرة جدا، طبعا كما تعلم يا أخي الكريم إنه الاستثمار الزراعي بيحتاج لرأس مال كبير، بيحتاج لبنية أساسية قوية مثل الطرق والمواصلات والموانئ. نحن قبل ما نتكلم عن الاستثمار لابد أن يكون هنالك دعم لوجستي من كافة الدنيا الدول التي تريد أن تستفيد أو تستثمر من السودان. يعني السودان في ظل وضع الحالي لا يستطيع أن يخرج منه ناتج استثماري كبير حتى تستفيد منه الدول العربية أو تستفيد منه الدول المجاورة ما لم تكون هنالك خطة من الحكومة المعنية بهذا الأمر في تحسين البنية الأساسية للبلاد من توفير كهرباء، من توفير مواد بترولية، من تشييد طرق، من كل هذه الأشياء. بالتالي الخطوة التالية لابد أن الخطوة التالية بعد هذه الخطوات إنه نفكر كيف نعمل مؤتمرات كبيرة لوضع خطة شاملة كبيرة للاستفادة من السودان استثماريا خاصة في المجال الزراعي. طبعا في محاولات بسيطة نحن شفناها في الفترة الماضية من بعض المستثمرين العرب بالذات السعوديين، ولكن كانت تجارب يعني في نطاق محدود، يعني لا تفي او لا يكون عندها يعني. نعم ونرجو لها كل التوفيق والسداد. شكرا جزيلا لك استاذ محمود حسن لاعوتة الكاتب الصحفي السوداني الذي انضميت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.